شارع 60 في العاصمة اليمنية صنعاء مجددا، مسيرة وصفت بالمليونية، والهدف من تنظيمها أمران: مطالب بالإفراج عن ناشطة قال شباب الثورة السلمية إن قوات الأمن القومي اختطفوها بعد أدائها صلاة الجمعة في شارع 60. استخدم كل الأوراق التي في يده، والآن أصبح معه ورقة وهي أنزل ورقة، وهي خطف النساء. لكن أقسم بالله العظيم كلنا وكل الشعب اليمني وكل الحرائر والذي عنده دم أيضا، أن احنا لن نسكت ولن نرجع، حتى لو حصل يعني خطف لن نرجع، لن نرجع، وسنأخذ حقنا غصبا عنه. وثانيها التنديد بما وصف المشاركون بقصف الطيران اليمني بمنطقة يافع بمحافظة لحج والاعتداء على مواطنيها العزل. المشاركون في المسيرة يبدو أنهم لم يسأموا من ترديد مطالبهم: رحيل نظام الرئيس علي عبد الله صالح ومحاكمته، ورفض أي مبادرات لا تنص صراحة على رحيله فورا. المسيرات لم تقتصر على صنعاء، فقد خرجت لنفس الغايات مثيلاتها في كل من تعز وإب والبيضاء والحديدة وغيرها. العصيان المدني سلاح آخر لشباب الثورة، نفذ في عدة مدن منها صنعاء وعدن وإب، لكنه وصف بالأكبر من نوعه في مدينة تعز في تصعيد للاحتجاجات المطالبة بإسقاط النظام. على صعيد التحركات السياسية، فإن الموقف من المبادرة الخليجية أقل ما يوصف به بأنه جامد، خاصة بعد تأجيل زيارة الأمين العام لمجلس التعاون لصنعاء لأجل غير معلوم. تأجيل الزيارة جاء بعد رفض الرئيس صالح التوقيع على تلك المبادرة بصفته رئيسا للجمهورية، وإنما رئيسا لحزب المؤتمر الحاكم، وقبلها إصراره على استثناء الوفد القطري من مراسم التوقيع على المبادرة، أما آخرها فاشتراط الحزب الحاكم إنهاء الاعتصامات والاحتجاجات قبيل استقالة الرئيس صالح. المعارضة ممثلة باللقاء المشترك المعارض كشفت أن موافقتها على المبادرة الخليجية كان الهدف منه كسب ثقة الخليج والأوروبيين والأمريكيين وإثبات مصداقيتها وحشر السلطة في دائرة مغلقة على حد تعبيرها. آخر التحركات كان إفادة الرئيس الروسي مبعوثه لليمن في رسالة محددة: دعم موسكو لمبادرة الخليج، وهو أمر اعتبرته المعارضة مكملا للإجماع الدولي بضرورة تغيير النظام. لكن شباب الثورة يبدو أنهم غير آبهين بكل تلك التصريحات والتحركات، مؤكدين أن هدف ثورتهم إسقاط النظام ومحاكمته على إراقة الدماء، ورفض أي ضمانات لمحاكمة صالح وأركان نظامه حتى وإن طال آمد ثورتهم.